السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء وأجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله أن ينصر قوات الشعب المصلحة ويشفي كل المرضى ويرجي كل مفقود سالما إلى أهله. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قوات الشعب المصلحة. أبشر يا شعب السودان، النصر قربت. أمدرمان شبه انتهى، والجيش يعني أمس جيش كل مكان كاك أخضر، فالحمد لله. أجد لكم بفيديو جديد مع راكس إبراهيم، كلام جد جميل بشريات بعد غياب طويل. كي راكم نحضر الفيديو أول فطن بعدك نجد نعقب معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تدعمونا بالاشتراك في القناة. أولا سلام الله عليكم جميعا أينما كنتم. كالعادة نذكركم لايك ثم مشاركة. أعمل مشاركة عشان الفيديو يصل لغيرك عشان مثلا التقييد. طيب، بالرغم ان الواحد وقف التقارير اليومية والفيديوهات والكلام ده، لكن حتى الجنجة الايام دي بتستدعي ان الواحد يطلع بالمناسبات، يعني ما زي اول كنا الواحد الزم نفسه انه يطلع يوميا، لكن تاني بالاحداث، يعني زي الحدث بتاع التفاوض اللي عاملين له اعلان وعاملين له ترويج الجنجة دين، بيخلي الواحد انه يطلع جنجة كل ما يطلع قائد من القيادة العامة يزور اي منطقة او يتفقد قواته، ودي طبيعته كضابط وقائد بيتفقد القوات، يعني انا ما عارف الاشكالية وين. اول حاجة القريبة شنو، فطوالي بيطلعوا لك او بيطلقوا اشاعة انه القائد ده مرق بموافقتهم، وطالب بيقول لك انه في تفاوض، يعني الجنجة فرحانين بالتفاوض وبروجوا له. ما النازل الفيلم كملت، نازل فتره، النازل كملوا، ما عندهم حاجة. انا حالا لما اقول لك يا اخي الجيش في افضل حالاته، في ناس بزعلوا. لما اقول لك يا اخي الجيش يتفنن في الجنجة ديل ويعرفهم، يعرفهم بنوم وين بيتحرك بتين، عرف يجرمهم كيف، عرف يحرك لهم عمل خاص بتين، عرف يدقهم مسيرات بتين، عرف يحرك لهم طيران بتين، عرف يدقهم قصف مدفع بتين، انت ما تصدق الكلام ده، ما بتصدق. الجنجة هم اللي حاسين بالموضوع ده وهم الضايقين الجغل ده، انت ما بتصدق، انت بتدافع بس، انت بتهاجم الجيش، فارع في هجوم، في الهجوم على الجيش والتشكيك في الجيش، شغال تخزين انه ما في جيش، والله لو ما في جيش الجنجة كان استلموا البلد دي، وكان باعوك نهار لو ما في جيش. ما في جيش كيف؟ جيش قاعد، ده تعرف ان الجنجة من الجنجة بس، قول لهم الجيش فين؟ قال لي هسه ديلكم بس يستلموا، يعلنوا حكومتهم في الخرطوم دي لو اصلا ما في جيش. مبلولين يا زلمة، مبلولين ومشغومين ومدقوقين دق العيش الجنجة. ده موضوع انتهى، هسه الآن بقوصوا للتفاوض. سكرة فكك، طلص بتاع سيطرنا سيطرنا سيطرنا، وما في زول ضيع الجنجة ديل. وسقطهم إلا الله يفاتيهم. والأبواق مدفوعين الأجر. الرخيصين. الباعوا نفسهم. اصلا عادي من المبدا ما عنده مبادئ ذات، الواحد بس ادو فتات رموا له فتات كده من دراهم طوال، شنو قلب بلده، باع بلده، يجي يتفشخر يقول لك نحن وما نحن، يشبك لك الناس فلول وكيزان وما كيزان، مع انه نحن ذاته هم نكرات ما عارف الا اي تاريخ. نحن لو كنا بنحارب في الكيزان ندم في الكيزان، انتوا كنتوا وين؟ سلام جاي تعملونا كذا، دايرين اننا نقبل بمرتزقة متعدد الجنسيات. خلينا من ده اسف على اسف عليك الله، هو زول بدعم الدين جدا، ما هو حرام من امه لابوه. تدعم لك قاتل، تدعم لك مغتصب، تدعم لك نهابي ربات ورزق، تدعمه كيف؟ ما هو انت الخلل فيك، انت طالع من كوشه، انت ما طالع من بيت، تيجي تشبكنا تقول لنا قال ما عارف، والله العظيم الفلول الديمقراطيه، في ديمقراطيه بالاغتصاب، في ديمقراطيه بالنهب، في ديمقراطيه بتجار عادل، نزل بيقوا تجار بشر بيمسكوا الزول عادل كده، بقول لك دارين فوق كده، حول في الغرام كده، نحن بنتلغلغ صراحه، بنهبوا عربات الناس عادل، شغل الناس، ناس قاعدين في السعوديه بالسنين، قاعدين في الامارات بالسنين، قاعدين في امريكا بالسنين، قاعدين في بريطانيا بالسنين، قاعدين شقام تكسر البيت تشيله تبشبه عربيت، ولا تنهب مقتنيات منزله وتجد تشبكنا تقول لنا ديمقراطيه؟ ديمقراطيه في عينك؟ طيب، فيما يتعلق بالتفاوض، التفاوض يا اخواننا الجيش حتى والجيش قبل بالتفاوض،
نوع من أنواع السياسة عندنا عشان يصل للمجتمع الدولي. والله بعض الدول الضغط على الجيش إنه ما مماطل وما ممانع وما مايل للعنف عادي بنقبل بالتفاوض، لكن اللعبة في الشروط بيقدر على الجيش ما بيقدر على شروط الجيش واضحة ومعروفة متفق على تسليم ما تبقى من السلاح الثقيل، لأنه أغلبية السلاح الجبار الثقيل، تسليم ما تبقى من السلاح الثقيل، الخروج من بيوت أو منازل المدنيين والمستشفيات اللي احتلوها دي، خروج منها، إطلاق سراح الأسرى. في ناس من بداية الأحداث أسر بتاع الضباط على المواطنين، الناس دي ماسكين وماس الناس قايمة وقاعدة، ليه الجيش ما بيقصف ما عارف وين، ليه الناس دي ماسكين أسرى بل آلاف ماسكين عشان الجيش ما يدقهم. تقال المحافظ على حياتهم شنو؟ ما الأسرى ماسكينهم دي ماسكينهم وموزعينهم قاعدين عارفين، حتى الجيش هذا لو دقه بعوق الناس دي عارف الكلام، عارف حتى القصف المدفع ده مختارينه بعناية، يعني بإحداثيات دقيقة جدا جدا، عارفين في حتات ما بدقوها عشان فيها أسرى قاعدين. طيب بعد ده قال لك احضر حمدتي، انا ما اعرف حمدتي ده، انا غيرت واحد من الناس ما قادر ما عارف اقول عليه شنو، حي ميت ما بجز منه الزول ده، حي ما بجز منه الزول ده ميت، المهم قال لك تجيبه، دي واحده. ثاني يطلعوا يمشوا يقعدوا في المواقع، واي جنجاوي سبب تورطه ارتكب اي جريمه تتم محاسبته طبعا للجيش، عنده كمية من الفيديوهات والتوثيقات للجرائم عادي بحددك انت فلان الفلاني عملت كده كده، يمكن دي قاعدة دي محتفظ بها. بعد ده قال لك الصالح منهم يتم دمجه في القوات المسلحة والغير صالح يتم تسريحه، وطبعا شروط الدمج او الاستيعاب في القوات النظامية معروف، تكون سوداني من امك لابوك، وما اظن تلقى جنجاوي من العشرة ممكن تطلع واحد سوداني، ما تكون اتورطت في عمل او تمت ادانتك في عمل شنو او في فعل يخل بالشرف والامانة، ودي ما بتلقى في الدنيا. دي شروط تحت الجيش، انا شروط تعجيزية هذا الجيش لو قاعد مع النادل كسياسة بس، ما الدنيا كلها قائمة حدث الجنجويتية كباشي والتفاوض والناس فرحان والفرحان طبعا الجنجة، لأنه الفيلم كملة الجيش عرفهم، الجيش عرف عرف طريقتهم في الحرب، عرف بيفكروا كيف بتحرك. والله يا أسا الثلاثة أيام الفاتت دي مفشل لهم ثلاثة هجوم ضربات استباقية شتتهم، ناس العمل الخاص شغالين لقطوا فيهم، الجنجة ذاته بقى عندهم كابوس من العمل الخاص، يوميا العمل الخاص ده بحصد فيه 30 40 25 30، بل ميت كده عشرينات بالذات من الرمانات شغال فيه، القصف المدفعي بيستهدفهم في كل الليلة. ده موسى كجب من المدينة الرياضية كبرها، قال انا قواتي يوميا بتنقص وانا قاعد هنا وما في اي حاجة، وهناك كبرها بل كده بس في شمال بحر الليلة ده فوق 50 دي القصف مدفعي، فوق 50 غير باقي المواقع حول المدرعات، ونادي الجغ برضو حول القيادة المدافع دي تم جمع، ما زالت في مدافع منصوبة وقاعد تدور على اتجاهات القيادة، بتدور على اتجاهات المهندسين، بتدور في بيوت المواطنين، والأيام ضاع مستهدفين القارة بتاعت أقصد الموية، لأن عطش ناس من درمان زي ما عملها في ناس بحري، ما أنا قلت لك الناس بيقول لك ديمقراطية والله جايين عشان أو حاربهم ضد المواطن بس، الجيش ما قدروا عليه نهائيا، نهائي ما قدروا عليه الجيش، نهائي ما قدروا عليه، فالبل مستمر يوميا. هسه الليلة في جنوب الخرطوم برضه ميتين أكثر من 29 بل زي البل، ما تجي تقول لي يا اخي نحن والله العظيم الناس زهل وما عارف، الحرب العالميه انتهت بتفاوض، لا بد من يا زول لا اله الا الله، انت لو كنت حلال من امك لابوك
دي ما قوة يعتمد عليها ولا قوة بيأمن لها. يا أخي ناس بصحهم السحر كويس جات الساعة 9 ولا هناي وجهوا بناديكم كتروا نفس الناس بصحهم للسحر. ناس قاعدين معهم في التشريف أسروا اعترضوا ناس ماشيين شغلهم يستلمون قال لك الأسرة بتاع الحرب أسر بتاع الضباط ناس كان بيدخل عليهم وهنا اسم دي الناس تاني في زول بقبل بهم شنو ما عملوا تيجي تقول قال تفاوض ما تفاوض ده ترجعهم لنا تاني يقعدين في البلد ويشبكوك ان احنا ما عارف قاف لوحتهم دي شنو ما عارف غاف سين دال او غاف دال سين دي قدس على قدس مشان القدس انتو ريمو نزل منهم حاجة يا زلمة عشان تقدر تشبكنا ما عارف موقفهم والله ما عندهم اي حاجة والله الجيش اقسم بالله العظيم قادر عليهم وهسه الايام الجاية دي حيكون في شغل ارضي تشوف براقي ما عندهم حاجة عبد الرحمن بتتعافى قريب ده بالشغل اللي عندي شافته ده عبد الرحمن قريب ده تنضف قريب ده تنضف فالناس ما تشبك الناس تفاوض وما تفاوض كله طلس كله طلس والبرهان ده عليه القسم ده سعلب وران لعب سياسة بالقحاط ده 3 سنة مني صبحهم في السجن هسه النازل شفته بس يقعد يضق لك والمجتمع الدولي دي زي ده لسه والجيش ده لسه خيارات كثيرة لسه الجيش ده عنده قوات ما دخلت كل الولايات دي جيش يوم الجنجة بس آخر موقع احتلوا وزاته بفهم من الجيش طالع تحت المركز ده وين تاني مش المدرعات مدرعات ماتوا كم ألف قائد عبد الله بكرنك ناس أيوب نزل ربنا يتقبل ونصر الدين وروا لك الطفى النور منه في المدرعات دي وروا لك ناس السيطرة فوق ذاته وروا لك الطفى النور منه عبد الله بكرنك عشان تعرف انه الفرق بين قائد البركب دبورة من شوال والقائد اللي بيتخرج من كلية حربية آلاف مجازر ارتكبها الجيش في الجنجة بل مواجهة الشرقية الخارج عن الخدمة الخرد عشموهم وغروهم دخلوا بغادم هناك وتكمل بل حتى العساكر الضباط اللي كانوا داخل المدرعات بيقول لك ان احنا باعونا وما باعونا ما فاهمين الرصة ما فاهمين عمامك فوق بيفكروا في شنو قروا الجنجة ده ودوهم هناك ميتين كم ألف العدد اللي جاونه في المدرعات ده محتاج 7 سنة لو كان الجيش اعتمد على انه يطاردهم داخل الاحياء وكان حيروحوا ضحايا كم من المواطنين بل زي البلا يا زول اشتغل فيه جو القياده لسه بجدو كرروا الغلط ومعاه جزء من اولاد فلاته كرروا الغلط تصوروا في القياده اليوم الاول انجروا والتالي مع انه مدمن القياده دي قبل الهجوم ده ب4 يوم ابطال هيئه العمليات بالاضافه ل القشم ديل ثابتين لكن لما تتحرك ارض وراهم لك الطفى النور منه قوه بتجي هاجم عليك كلها كده بتقع في كمين وبرجع منها زول دي لقيتها ده هجوم القياده الاول والله رجعوا ناس بالعاده رجعوا يمكن ورجعوا جارين اخر جمله من المدرعات ارضا ده وقع في كمين جزء منه مسلم عديل جزء منه معديل كده اسرع عديل كده استلموه اضف لذلك دمروا لهم عدد كبير من الآليات عشان كده اعتمدوا على التدوين هسه شوف عندك في المدرعات اعتمد على التدوين الناس زي القضابين مرة قال لك احنا مسيطرين على المدرعات فجأة كده تحول ان احنا قاعدين ندون المدرعات طيب كيف انت مسيطر وفجأة كده تاني انت بتدوين برضه القيادة العامة قال لك احنا مسيطرين 8% ما عارف قدروها كيف فجأة كده بردوا بقوا متلبدين قاعدين في الصفا قاعدين في قاعدين سيتي قاعدين في هنا قاعدين في القيادة فما عندهم حاجة يا زول لك التحية إبراهيم كلام جميل جدا الجيش انتصر الحمد لله والعبد الرحمن ده شبه نديف وأمس كل الجيوش نزل الشارع ولكن الشروط بتقوات الشاول ما شاء الله في شروط ما له معنى الآن يعني مثلا الناس يطلع من بيوت الناس ويطلع من المستشفيات والدمج هذا الأخوان الناس الآن ما منه فائدة يعني جدا لا يمكن يستطيع أن يكونوا
جزء من قوات الشعب والمصلى، هم نازل اصلا كلهم قدام سير الزمان ديك انتهى، والفيديوهات الناس البوصوات المسلم ديل جاي من برا وما مسجلين اصلا، ما عندهم ذاته اوراق سوداني او ما من دعم سير ديل جنجيويد اللي جاي من خلط يلقاهم وين؟ فهذا ما منه فائده الا الشرط الوحيد ممكن يقول انه يجيبوا همتي يخطوا قدامه. ف ده برضه رحمتي تبع زول يجزم يقول ميت ما في، لانه التصريح رسمي ما طلع، لكن برضه تفاد من اساسه كده افترض كان ما يقول، انا شاب السودان الرافد. فما اعرف جيش يكون عنده استراتيجيه او بلع في السياسه، او زي ما قلنا انه جيش ما دار رزاق المجتمع الدولي وبلع في السياسه، لكن نتمنى انه الابيات العسكريه تستمر يا اخوانا. اذا كان انتهت في خرطوم هذا لا يعني انه هرب انتهى، يعني اذا كان حرب انتهى في خرطوم لازم الجيش ده طوال يستمر في الولايات، لازم كله يتنظف. ونتمنى انه ناس الحركات المسلحه دي مجرد انه خرطوم ده يعلونا دي انت مين هناك تدور، عشان الناس دي يكونوا في النص ونتخلص من حاجه اسمه الجنجويد او عمليات التسليح خارج المؤسسه العسكريه. ونتمنى حاجه دي كله يتم، والحركات المسلحه ذاته لازم شغل كل شيء ينتهي. اذا ما بقى يا اخوانا السلاح في يد مؤسسه واحده السودان ما هتستقر، وفي ناس ما دارين كلام.